نروح للكاراتيه. عندنا خبر جيد، انتوا عارفين ان مصر في الفتره الاخيره عامله طفره كبيره جدا في استضافه الاحداث، ولا تستقل بهذا الامر، انه امر كبير جدا ان مصر تستضيف احداث كبيره في ظل جائحه كورونا. ده بيحط مصر تاني على الخريطه. الاتحاد الدولي للكاراتيه يبدي اعجابه بالاستعدادات المصريه لتنظيم البريمير ليج. المسؤولين الاتحاد الدولي للكاراتيه ابدوا اعجابهم الكبير باستاد القاهره والصالات اللي موجوده في مصر والطفره الانشائيه الكبيره اللي موجوده في مصر وفي الرياضه خلال الفتره اللي فاتت. وقالوا انهم متاكدين ان تنظيم مصر لبطوله البريمير ليج الدوليه هيكون على اعلى مستوى. البطوله هتنظم في مصر في فتره من 3 لحد 5 سبتمبر اللي جاي. واكد استبيان بيريز المشرف على تنظيم بطولات البريمير ليج ورئيس لجنه التنظيم بالاتحاد الدولي للكراتيه ان بعد اللي شافه متاكد ان مصر لانه طبعا سمع وعرف ان في بطولات كتيره جدا مصر نظمتها وشافها بعينه، وقال انه متاكد تاكد كامل ان مصر هتنظم البطوله بشكل جيد جدا جدا جدا. كاميرا ابطال كانت موجوده في قلب المؤتمر الصحفي الاعلان عن تفاصيل البطوله. تعالوا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. هو مؤتمر خاص ببطولة الدوري العالمي اللي هو البريمير ليج، ودي أقوى بطولة دولية بيقيمها الاتحاد الدولي على مستوى على مدار تاريخه بعد بطولة العالم. البطولات البريمير ليج أو السيريس إيه اسمه الدوري العالمي ده بيتم فيه اشتراك اللي هم المية الأوائل على مستوى الاتحاد الأبطال العالم والمية الأوائل المصنفين على مستوى الدولي والأولمبي، فبالتالي بتكون أقوى بطولة لأن فيها جامعة أبطال العالم بالكامل. الحمد لله رب العالمين استطعنا بعلاقتنا مع الاتحاد الدولي وبالإنجازات اللي بتتم على أرض مصر من بطولات دولية ساعدت على أن الاتحاد الدولي يسند لمصر إقامة بطولة البريمير ليج الدولية إن شاء الله في الفترة من 3 ل 5 سبتمبر بإذن الله تعالى. وإحنا بعد نجحنا مع وزير الشباب والرياضة إن إحنا نجيب موافقة الدولة وأرسلنا الاتحاد الدولي أرسل لجنة إنها عشان خاطر تتابع وتشوف مكان الإقامة أو الفندق الرئيسي للبطولة وكذلك الملاعب. الحمد لله رب العالمين انبهر بالملاعب اللي موجودة داخل جنوب مصر العربية وأيضا بالفندق، وأقر واعترف إن استاد القاهرة أو مجمع الصالات صالة واحد مش موجود زيها على مستوى 30 دولة على مستوى العالم اللي أقام فيه بطولات دولية. ده إنجاز كبير للدولة المصرية ونجاح كبير، وإحنا بنوعد إن شاء الله إن إحنا نحقق نتيجة كويسة في البطولة وبإذن الله تطلع البطولة بالمظهر الغليظ باسم مصر، إن مصر تستاهل من أكتر من كده. البطولة هتقام من 3 ل 5 سبتمبر 2021 إن شاء الله. العدد الدول تقريبا بيبقى حوالي 80 دولة، دولة مشاركة. الرياضيين المشاركين ده غير الكوتشز والإداريين ورؤساء البعثات حوالي 700 رياضي على مستوى العالم، بيجوا من كل أنحاء العالم. أعتقد إن ده إيفنت كويس قوي إنه يعمل دعاية جيدة لمصر من الناحية السياحية، وإنه يثبت للعالم كله إن مصر آمنة بما يكفي وإنها قادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية والدولية. وأعتقد إن الاتحاد الدولي لولا إنه يعلم تماما قد إيه مصر قادرة على ده ما كانش هيسند الحدث العظيم ده للاتحاد المصري للكاراتيه إن هو يقيمه في مصر. كمان إحنا الحمد لله بنشرف بالدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، من اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب. بأمانة الدولة المصرية بكل إمكانياتها لا تبخل أبدا على رفع اسم مصر في أي محفل دولي ممكن يقام في مصر، وحاجة تشرفنا. وأنا كنت منبهر وسوبرا ودي أو يعني فخور جدا بكل التعليقات اللي أنا سمعتها من اللجنة اللي جاية من الاتحاد الدولي على كل منشآتنا وعلى كل حاجة هم شافوها. والله المؤتمر ده علشان خاطر يعلن فيه زيارة لجنة من الاتحاد الدولي لدراسة المنشآت الرياضية في مصر وقدرة مصر على أنها تنفذ الحدث الرياضي القادم للبريمير ليج في مصر من عدمه. لكن خلينا أقول لحضرتك أن الزيارة دي بالنسبة لي أنا كعضو مجلس نواب أو كعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري الكاراتيه ليها طابع خاص بالنسبة لي. أول حاجة لأن البطولة دي كانت موجودة على أرض مصر وتم إلغائها لأسباب، وقعدت مصر فترة كبيرة جدا تنادي بعودة البطولة دي لمصر، لكن للأسف لم نوفق وفشلنا. لكن في منتهى السعادة لما يجي مجلس إدارة الاتحاد المصري الكاراتيه حاليا ومع المفاوضات السابقة خلال السنوات السابقة ويجي وأسمع النهاردة من اللجنة الموفودة من الاتحاد الدولي أن مصر أصبحت لديها النهاردة في 2021 القدرة والإمكانيات على تنظيم ليست بطولة البريمير ليج وإنما تنظيم بطولات أكثر قوة زي بطولات العالم، وده فرحتنا جدا جدا. وعايز أقول لحضرتك أن إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني نبقى قادرين على أن احنا نطلع الحدث زي ما احنا بنتمنى وزي ما احنا حابين، لأن مصر تستاهل مننا كل خير.